مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة خلال اليوم والأيام القليلة القادمة، بصاحبها هطول أمطار رعدية في مناطق متفرقة من المملكة، تكون أحيانا غزيرة في بعض الأنحاء وأيضا في بعض الأوقات. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي توضح أماكن الهطول نلاحظ أن اللون الأزرق يمثل أماكن الهطول يوم الأحد، خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء والليل. لاحظ أن الهطولات تتركز في المنطقة الجنوبية في حول منطقة العقبة وفي العقبة، وأيضا المنطقة الجنوبية وأيضا الوسطى والشمالية. أحيانا في بعض النطاقات بتكون غزيرة، والأحد ليلا بتشتد وبتنتشر أكثر، لكن الأحد بعد منتصف الليل يخف الهطول تدريجيا ويبقى في أماكن قليلة متفرقة، لكن يتجدد الهطول يوم الاثنين في المناطق الجنوبية والوسطى من المملكة، ويكون غزير أحيانا ومصحوب بالبرق والبرد والرعد، ومساء أيضا تنتشر وتصل الأمطار الزخات الرعدية من مطر إلى بعض المناطق الشمالية من المملكة. والاثنين ليلا أيضا تضعف حالة عدم الاستقرار مرة أخرى، ولكن تتجدد يوم الثلاثاء بإذن الله. تبدأ في المناطق الجنوبية الشرقية ثم تمتد تدريجيا إلى المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية وتنتشر، بحيث يوم الثلاثاء تصبح الأمطار أكثر غزارة أكثر انتشارا ومصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وإلى أيضا جريان السيول بشكل واضح. حتى الثلاثاء بالليل تستمر هذه الوضعية، زخات رعدية من مطر، لكن بعد منتصف الليل تضعف الهطولات أيضا تدريجيا. لكن يوم الأربعاء إن شاء الله، يوم الأربعاء ظهرا ممكن يتجدد الهطول أو يحدث الهطول فقط في بعض المناطق، أقصى المناطق الشمالية وأقصى المناطق الشرقية من المملكة، يعني على الحدود الأردنية العراقية والحدود الأردنية السورية. لكن المناطق الجنوبية والوسطى يتناقص ويتوقف هطول الأمطار بإذن الله. أما الخرائط التي تمثل الرياح، فنلاحظ أن يوم الأحد هناك هبات للرياح بتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية، وطبعا هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. وبتستمر الرياح أيضا تشتد أحيانا وتخف أحيانا، وهباتها تختلف أيضا من فترة لفترة حتى تقريبا يوم الثلاثاء القادم. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء غائمة جزئيا وإلى غائمة مع زخات رعدية من المطر، والرطوبة مرتفعة بشكل واضح حوالي 95%، ودرجة الحرارة الصغرى بحدود 17 درجة مئوية. إذن الليلة احتمال زخات رعدية من الأمطار، ودرجات الحرارة بتبقى أعلى من المعدل، درجة الحرارة الصغرى طبعا. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم الأحد أجواء مغبرة غائمة جزئيا، سقوط زخات رعدية من المطر خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء والليل، وبتكون خاصة في المناطق الجنوبية ثم الوسطى، بتكون أحيانا مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق والبرد والرعد، وبتكون الحرارة العظمى بحدود 24. أنه هناك اعتبار أن يوم السبت حدث انخفاض واضح على درجات الحرارة، وبيستمر هذا الانخفاض يوم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، يعني بتتأثر بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى، فيوم الأحد بتكون 24. الأحد ليلا أيضا أجواء غائمة مع زخات رعدية من الأمطار، والصورة حوالي 17 درجة. يوم الاثنين أجواء مغبرة بشكل عام، غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية بين الحين والآخر في أماكن متفرقة
متفرقة من المملكة، أحيانا وفي بعض الأماكن تكون غزيرة مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول، والعظمى 24 يوم الاثنين والصغرى 18، الثلاثاء أيضا أجواء مماثلة لكن تشتد حالة عدم الاستقرار، تنتشر أكثر وينتشر هطول الأمطار في مناطق أكثر، أجواء غائمة جزئيا بشكل عام، سقوط زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول، والعظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، نبدأ في المناطق الشمالية. المناطق الشمالية أجواء غائمة جزئيا ومغبرة أحيانا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، إربد العظمى 25 والصغرى 18، عجلون 26-17، المفرق 25-18، وجرش 27-19 درجة مئوية. أما المنطقة الوسطى أيضا أجواء مغبرة غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، البلقاء 25-18، مأدبة 25-18، عمان 24-17، والزرقاء 27-19، والبحر الميت 34-25 درجة مئوية. أما المناطق الجنوبية مغبرة بامتياز، زخات رعدية من أمطار أحيانا تكون غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول، الكرك العظمى المتوقع 24 والصغرى 17، الطفيلة 24-16، الشراه 22-14، ومعان 27-18، وخليج العقبة 31-19 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية أيضا أجواء مغبرة وغائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر، وأيضا الغبار يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة. نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر. العظمى المتوقع في الأزرق 31 والصغرى 19، الصفاوي 30-17، وأرويشد 31-18 درجة مئوية. أما التوصيات والتحذيرات التي تستدعي أخذ الحيطة والحذر، الانتباه من مخاطر تشكل السيول في الأودية وفي الشعاب والمناطق المنخفضة، أيضا نرجو من الجميع الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الناتج عن الرياح الهابطة، وأيضا نشاط سرعة الرياح، والانتباه من تساقط برد كثيف في بعض الأنحاء أو بعض الأجزاء من المملكة، بالإضافة إلى نرجو من مرضى الجهاز التنفسي والعيون والحساسية أخذ الحيطة والحذر، لأنه أحيانا يكون في هناك تركيز للغبار والأتربة في الأجواء. نرجو للجميع السلامة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع